تعمل وزارة الداخلية وبتوجيهات مباشرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على ترسيخ مبدأ العمل من أجل تطوير مراكز الخدمة الحكومية التابعة للوزارة. نعم، حيث يأتي فوز مراكز الخدمة الحكومية في وزارة الداخلية بتصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم بدورته الثالثة تتويجا لهذه الجهود التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين. تقديم الخدمات بجودة ودقة عالية يعد أحد ركائز الأداء التي تعمل وزارة الداخلية وبتوجيهات مباشرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على ترسيخها من خلال مراكز الخدمة الحكومية التابعة للوزارة، والتي نالت تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم بدورته الثالثة، حيث يعكس هذا التصنيف المتقدم مستوى الخدمة وتلبية متطلبات المواطن والمقيم من خلال معايير أداء خضعت للتقييم الدقيق. طبعا عملية تقييم المراكز هدفها هو زيارة رضا المتعاملين، تقديم خدمات ميسرة حسب توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه، واللي شفناه صراحة اليوم يعني في ثلاث مراكز تابعة لوزارة الداخلية ثلاثتهم متميزين، بالرغم ان يمكن الثلاث مراكز ما كانوا فايزين في الدورة اللي فاتت، وهذا يعتبر انجاز كبير. بس اللي شاهدناه اليوم التطوير صار تطوير شامل، يعني حتى من غير المعايير قاعد المراكز دي تتطور وتقدم خدمات مبتكرة. احنا سعيدين اليوم في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بفوزنا درع التميز، لا شك ان هذا الدرع احنا نفتخر به، وتكريم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له الاثر الكبير في نفوسنا ونفوس الموظفين، ولا شك ان التميز يعني احنا دائما نسعى له، وهذا الدرع اليوم نفتخر به، الدرع الذهبي، كوننا فزنا باحد المراكز اللي حقق يمكن نسبه 100% من المعايير المطلوبة للفوز. طبعا هذه الجهود ثمرت دعم من سيدي وزير الداخلية اللي تكللت بفوز المركز بهذه الجائزة، ونحن نسعى إلى تطوير الخدمات بشكل مستمر والانتقال إلى التحول الإلكتروني لخدماتنا، ونأمل أن يكون استمرار في الحصول على هذا الدرع الذهبي لسنوات قادمة. تحرص الإدارة العامة للمرور ضمن توجيهات سيدي سعادة المدير العام للإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة لضمان تبني المبادرات بناء على التقييم وحصول المركز على الفئة الذهبية ضمن برنامج التقييم ثلاثة، وتسعى لتسهيل الخدمة المرورية ضمن أعلى معايير الجودة والتميز. يبقى تعزيز مبادئ التنافسية والاستدامة في تقديم الخدمات جوهر الأداء الخدمي، وذلك انطلاقا من أن المواطن أساس التنمية ومحور تطوير الخدمات الحكومية، الأمر الذي يؤكد أن الخدمات الحكومية ماضية قدما في الطريق الصحيح، ملبية احتياجات المجتمع بكافة فئاته وأطيافه.